تدفقات الرقيبة، مشروع على رؤوس للرساميل وغسيل الأموال وتهريب الجبائي اللازال ينخر موارد أساسية من القارة الإفريقية وذلك نحو العالم المتطور. أصحاب الفخامة، لدينا تحدي آخر ماثل أمامنا، إن التغير المناخي يتطور أكثر من ما تتطور جهودنا. في هذا الأسبوع فإن منظمة الأرصاد الجوية العالمية أكدت أن السنوات الأربع الأخيرة كانت أكثر سنوات شهدت ارتفاع في درجة الحرارة. إن التغير المناخي هو تهديد وجودي، ولا سيما هنا في إفريقيا والتي لديها أقل مسؤولية في هذا الأزمة، غير أنها تتحمل الوزارة الأكبر منهم. إن التغير المناخي يؤثر، وإن الجهود العامية إلى تقليل درجة الحرارة بواصل 1.5 درجة صعب المنال. نحن بحاجة إلى طموح في التكيف والتمويل والتخفيف والتجديد. وإن سوف أدعو إلى قمة حول المناخ في نيويورك في سبتمبر، وذلك من حشد الدعم للقادة السياسيين والمجتمع الدولي ورجال الأعمال. وهذا يعني حشد 100 مليار دولار سنويا للعمل في مجال خيار التغير المناخي. أصحاب الفخامة، اسمحوا لي بأن أنهي مداخلتي بالبرتغالية. لقد لدينا العديد من التحديات التي تؤثر على إفريقيا، وإن الأمم المتحدة ستواصل العمل معكم من أجل إفريقيا آمنة ومستقبل زاهر لإفريقيا ولشعبها. وشكرا جزيلا.